السلام عليكم أيها الشهداء، السلام عليكم يا آباء الشهداء، السلام على صبركم وتصبركم يا آباء الشهداء ويا عائل السجناء، السلام على شهيدنا الغالي قاسم محسن، الشهيد قاسم محسن والذي إلى جواره حسين الشرف، كلكم شرف، الشهادة شرف وناموس، الشهادة عز وكرامة. جينا هنا إلى حضرتك الشريفة لأجل أن نجدد العهد معك، لا لأجل أن نقرأ الفاتحة، وإنما عشقنا الشهادة وسنسير على درب ذات الشوكة التي توصلنا إلى إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النص. فهنيئا لكم أيها الشهداء، هنيئا لكم أيها الشباب الأحرار المرابضين، هنيئا لكم بهذه المسيرات الطاهرة التي توصلنا إلى ما نحن نتمنى إن شاء الله. هذه الحقوق تحتاج إلى تضحيات، فهنيئا لمن قدم التضحيات، وهنيئا لآباء وأمهات من قدموا التضحيات. نبقى جميعا سائرين في درب ذات الشوكة، نعشق الشهادة ونلبي الشهادة ونلبي الحرية والعزة والكرامة، ونصرخ صرخة الإمام الحسين في يوم عاشوراء: هيهات منا الذلة، 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 هيهات.